قد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من الأولين وقليل قربة خافضة. صدق الله العظيم. أسعد الله صباحكم بكل خير طلابنا الأعزاء. خير ما نبدأ به يومنا هو آيات عطرة من آيات الذكر الحكيم. كنا قد تحدثنا عن سورة الواقعة عن أسباب النزول. أريد أن أقول لكم هنا في ثلة من الأولين وما تم ما بعد الآية 15 إلى آية 20 تحدث عن وصف أهل الجنة. قال لك هما على متكئين على سرر حالهم يخدمهم ولدان في كأنهم لؤلؤ مكنون بمعنى اللؤلؤ الذي لا يعني لا يشبه شائبة لؤلؤ مكنون لؤلؤ محفوظ. هؤلاء الشباب الذي الولدان الذين يخدمون أهل الجنة لا يكبرون بالعمر ولا تصيبهم أي مصيبة. لك في هذه الجنة الفاكهة فاكهة ولحم طير مما يشتهون. لماذا اللي بدي اياه فاكهة ولحم؟ ها فاكهة ولحم، هل هذا موضوع درسنا اليوم؟ دخلنا الآية في موضوع العطف. فاكهة ولحم بمعنى عطف، عطف اللحم على الفاكهة. ما قلت لك عطف اللحم على كلمة أخرى، هنا عطف اسم على اسم، اسم على اسم. بدك تنتبهي إنه العطف بيكون فعل على فعل، اسم على اسم، حرف على حرف، جملة على جملة. تمام، نبدأ بموضوع درسنا وهو العطف. طبعا كنا قد طرحنا سؤال في موضوع إعراب امبارح لطلابنا، أعربوا طلابنا الله يرضى عليهم، جبت لهم هدايا. ترى هدول لمجد مجد برهان ولما بهجت بتيجوا هون على المبنى، أنا بعطيكم الهدايا تبعتكم. تمام، سنتحدث عن العطف. ما معنى العطف؟ قلنا أنه تابع. ما معنى تابع؟ يعني بتبع ما قبله، بتبع ما قبله بالحركة الإعرابية. هسه لو جينا احنا بيننا وبين بعض بنحكي فلان يتبع فلان، ما معنى فلان يتبع فلان؟ يعني يقلده بكل شيء، صحيح؟ وهذه العطف والنعت والبدل هذه هي كلها توابع في اللغة العربية، وهي ليست عمدة رئيسية في الجملة. شو اللي ليست عمدة رئيسية؟ يعني هي من الفضلة بنسميها احنا. الأركان الرئيسية للجملة قلنا هي فعل والفاعل، جملة فعلية، والجملة الإسمية المبتدأ والخبر، وما يأتي بعدهم هو فضلة باللغة العربية، بمعنى هي زيادة على الجملة. هل زيادة بمعنى أنها يعني زيادتها لا محل لها أو زيادة اعتباطية؟ طبعا لا، كل كلمة بتأدي بتزيد في تغيير أو بتغير في معنى الجملة. العطف هو تابع، تابع يتوسط بينه وبين ما تقوله أحد حروف العطف. أحد حروف العطف بدك تنتبه إنه العطف، موضوع العطف ثلاث أشياء اللي هي المعطوف عليه، ودائما المعطوف عليه في البداية، وهذا أخذته بالصف التاسع، زائد الحرف، حرف العطف. هنا ما بكتبها، خلينا نحكي هون المعطوف عليه. أركان الجملة المعطوف عليه زائد الحرف، حرف العطف زائد المعطوف
يعتبرها هيئة المعطوف. طيب إذا من الذي يسبق؟ هل يجوز أن يكون المعطوف في البداية ومعطوف عليه في نهاية الجملة؟ طبعا لا، معطوف عليه هيك ترتيبها بالضبط، لا يتغير هذا الترتيب. معطوف عليه حرف عطف والمعطوف، معطوف عليه حرف عطف المعطوف، وهو يتبع المعطوف، يتبع المعطوف عليه في الحركة الإعرابية. لغاية الآن في هون أي مشكلة؟ لغاية الآن أنا أعتقد أنه لا يوجد مشاكل. طيب صباح الخير، تمام تمام، شكرا يا رانيا، رانيا رانيا العسل، شكرا يا مس. المعطوف عليه زائد حرف العطف زائد المعطوف، معطوف عليه، ما هي الأركان؟ أركان جملة العطف تقولين معطوف عليه حرف عطف والمعطوف. المعطوف دائما بيجي متأخر، المعطوف عليه في البداية. بكرة أحكي لك حدد لي أركان الجملة، بتصير تحكي لي هنا معطوف وهنا معطوف عليه. أنا بعرفكم الطلابنا، ولا كأن وكأنك يا أبو زيد ما غزلت. طيب حروف العطف هي كثيرة في اللغة العربية، هاي حروف العطف. طيب أول حرف من حروف العطف الواو. الواو تفيد المشاركة. الواو شو تفيد؟ تفيد المشاركة. مش عارف شو هون إيش فيه. الواو تفيد المشاركة، يعني لو قلنا درس بدك تنتبه للواو، بدنا نميز بين واو المعية وواو المشاركة اللي هي واو العطف. درس أحمد ومحمد، ها انتبه، أحمد شخص، محمد شخص. لو جيت قلت لك درس أحمد استقامت الجملة، ودرس محمد استقامت الجملة، أصبح أن هناك جملتين، جملة المعطوف عليه والجملة الثانية اللي هي جملة العطف. لكن هون احنا عطفنا اسم على اسم، بس بدي اقول لك انه كيف بدي اعرف انها هاي واو عطف؟ اذا اشترك، اذا استطاع ان يشترك الشخصين المعطوف والمعطوف عليه بالفعل نفسه فبنحكي عنها هاي واو العطف وليست واو المعيه. هذا بعطيك جمله على واو المعيه. لو قلنا درس احمد وشاطئ البحر، طيب نستطيع أن نقول درس أحمد، صحيح؟ صحيح. طب نستطيع أن نقول درس شاطئ البحر؟ طبعاً لا تستقيم الجملة، هاي شو بنسميها واو؟ هاي واو المعية، ما بدنا نخربط، ما بيأتي بعدها هو مفعول معه، ما بدنا نخربط بين واو المعية وواو العطف. واو العطف يستطيع أن يشترك المعطوف والمعطوف عليه بنفس الفعل. واو العطف إيش؟ يلا، يستطيع الواو مشاركة، تمام 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 تمام. طيب يستطيع، قلنا واو العطف يستطيع ان يشترك، يستطيع ان يشترك المعطوف والمعطوف عليه بنفس الفعل، يستطيع ان يشترك المعطوف والمعطوف عليه بنفس الفعل. لكن لكن هذه واو العطف، لكن واو المعيه لا تستقيم ان نقول درس احمد ودرس شاطئ البحر، فنقول عنها هي واو واو هنا واو المعيه. قال لك الجمله في الواو تفيد المشاركة، إذا درس أحمد ومحمد، تشارك أحمد ومحمد في موضوع الدراسة. حدا هون له أي خلاف؟ هون هاي طبعا إضافية، بس أعطتك إياها حتى لا إلى الأمام لأنه ما يصير عندك اللبس. حدا هون له أي مشكلة؟ ما عندنا أي مشكلة، أنا متأكد. الفاء تفيد الترتيب، الترتيب تفيد الترتيب والترخي، وهي الترتيب والتعقيب. شو المصدر؟ الترتيب والتعقيم. أي خلل طباعي عندي ما في مشكلة، بس يؤدي تفيد الترتيب والتعقيم. ما معنى ترتيب وتعقيم؟ يعني بقول فتحنا باب الصف، فدخل أحمد فمحمد فمجد برهان فساجد الشلبي ف دخلوا مرتبين خلف بعضهم البعض. هاي الترتيب مع التعقيم مباشرة، يعني ما والله دخل أحمد وبعدين راحت لها ساعة زمن بعدين دخل محمد، ها؟ ما بدنا نخربط بين الفاء ترتيب مع تعقيب وثم ترتيب مع تراخي. ترتيب مع تراخي يعني فيه مدة زمنية بتريح وبتنام فيها، تمام؟ ترتيب مع التعقيب يعني مباشرة حصل، يعني دخل أحمد مباشرة دخل خلفه مين؟ محمد. مباشرة دخلت خلفه مس ماجدة، مباشرة دخل فماجدة فأسامة فا 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 إلى ما لا نهاية، تمام؟ ترتيب مع التعقيب. قلنا دخل أحمد، ها دخل أحمد ف محمد، ف محمد هنا أفادت الترتيب مع
تعقيب. ترتيب وتراخي، ترتيب وتراخي هناك مدة زمنية، مدة زمنية بمعنى يعني قلنا اللهم صل على سيدنا محمد، نزل عيسى، ها نزل عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ما بين عيسى ومحمد هناك مجموعة من الأنبياء، إذا هناك فترة زمنية طويلة. وخلقنا الإنسان من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة، من تراب عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلقنا الإنسان من نطفة من تراب ثم من نطفة، هناك فترة زمنية ما بين خلقه من التراب ثم من نطفة. إذا ثم تفيد ترتيب، يعني جاء بعده لكن في بينهم فترة زمنية، وكانت في هذه الفترة الزمنية أحداث تعاقبت، هناك أحداث. قلنا مثلا نزل عيسى ثم محمد، تمام؟ أو اللي طلبت منكم امبارح، مين اللي عمل لي عن أو شيء؟ يلا أشوف، يلا معك دقيقة تكتب لي اللي جاب لي عن أو. قلنا تفيد التخيير، تفيد الشك، وتفيد الإباحة. أوب 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 أوب. نروح نقرأ من هنا، مين هذا؟ يا تفيد التخيير والشك والإباحة، مين جبلنا عليها جمل؟ تمام يا تسنيم، تسنيم الصافي، معنا تسنيم الصافي، نشوف شو كتبت. عادة ما تكون بعد طلب بينفيد التخيير أو الإباحة، وتفيد الشك، بعد الطلب تفيد التخيير، إذا لم أستطع الجمع بين العقل، أحسنتي، والما تزوج عائشة أو أختها، تزوج عائشة أو أختها لا يجوز كلاهما، أحسنتي، فكفارته الطعام 10 مساكين بعد الطلب سواء كان أمر ونهي، ملعب تفيد الإباحة من جمع بين العقل. ما شاء الله عليك يا تسنيم، ما شاء الله عليكم. وهي هناء، هناء يوسف، اقرأ شعرا أو قصة. تمام يا هناء، ما وضحتي لي، احنا حكينا هناك 3 أشياء، تفيد تخيير طيب والشك والإباحة. يا هناء ركزي معانا، الإباحة مثل محمد كمال، قراءة أو كتابة. شكرا شكرا يا شباب، شكرا شكرا لتفاعلكم، شكرا يا تسنيم الصافي. تسنيم بكره بتيجي بتاخدي هدية زي هاي، ماشي؟ تسنيم الصافي، تسنيم الصافي بكره تحضري للمدرسة مني هدية إلك. وشكرا لكل اللي شاركوا وحاولوا. هناء حكت اقرأ شعرا أو قصة، طيب هاي اقرأ شعرا، بدنا ناخذ الأمثلة من اللي كتبتوها، أو تفيد إما تخيير أو تشكيك أو إباحة، صحيح؟ تخيير أو تشكيك أو إباحة. قالت تسليم بخيرك، بخيرك يعني لا يجوز أن أجمع بين الشيئين، شكرا يا تسليم على هذا التوضيح الرائع مثلك. تخيير بنقول تخيير تزوج، نفس المثال اللي كتبوا زملائكم، هند أو أختها، تزوج هند أو أخته، هي أو، ليه ما حكينا عنها شكك فيها؟ يعني من معناها لا يستقيم معنى التشكيك. لماذا قلنا إباحة؟ الإباحة يجوز الجمع بين الشيئين، يجوز الجمع بين الشيئين. التخيير لا يجوز، هل يجوز بإسلامنا أن نجمع أنه يتزوج هند وأختها الثنتين في نفس الوقت؟ لا يجوز طبعا. تفيد تخيير تزوج هند أو أختها. طب لو قلنا اتبع عيسى أو محمد، يجوز أن يكون الإنسان متبع لديانتين في نفس الوقت؟ لا يجوز. يعني متى أنا بأخذ التخيير؟ لما يكون فيها حكم شرعي قطعي ثابت، حلو؟ هاي حطوها هيك حالة قبل، لما يكون حكم شرعي ثابت ما بقدر أن أتعدى على هذا الحكم الشرعي. تخيير تزوج هند أو أختها، هيك أنا خيرتك، بس ما بتصير تجمع بين هند وأختها، ممنع، يعني يمنع في الدين. طيب التشكيك، وإجيت قلت لك نمت ساعة أو ساعتين، يعني أنا شاكك هل أنا نمت ساعة ولا ساعتين، هنا تشكيك، نمت ساعة أو ساعتين، مش عارف إيه، نمت ساعة أو ساعتين، هناك مشكلة في الورق، نمت ساعة كأنه بعد هيك ببطل يكتبها. طيب ما في مشكلة، كلكم اكتبوا معي، أنا هاي الأمثلة مش موجودة عندك في الكتاب يا أمي، درس العطف مشروح عندك في عبارة عن 4 أسطر، 4 أسطر، 4 أسطر لا يستقيم درس العطف ب4 أسطر، لكن هم شرحوا ليش ب4 أسطر، لأنهم يعتقدون أن الطالب وطلابنا أذكياء، وأنا على ثقة بهم،
يعتقدون بأن الطالب هذا درس هذا العطف في الصف التاسع الفصل الثاني وخلص وانتهى. هذه مجرد مراجعة. مراجعة شو عنا تعليقات؟ اسمحوا لي بس قبل ما خليني أنهي الإباحة وبعدين بشوف تعليقاتكم ولا يهمها. إباحة، الإباحة قلنا أدرس، أدرس الطب أو الهندسة، أدرس الطب أو الهندسة، بمعنى تستطيع أن تدرس الطب وتستطيع أن تدرس الهندسة لوحدها وتستطيع أن تجمع بين دراستين وهي الهندسة والطب. هنا لا، تزوجهن أو تزوج أخته لكن لا تستطيع أن تتزوج اثنتين في نفس الوقت. نمت ساعة أو ساعتين؟ أنا بشك والله، نمت ساعة أو ساعتين. رأيت أحمد أو محمد؟ شاكك أنا. جلست لديك ساعة أم ساعتين؟ قرأت كتابا أو كتابين؟ رحنا على أم. طيب نمت ساعة أو ساعتين؟ أدرس الطب أو الهندسة لغاية الآن. إذا حدا عيب رح أقرأ الكومنتات. أي شخص، أي طالب أو طالبة، كلكم طلابي وأعزائي، إله أي استفسار يكتب لي، خلنا أشوف التعليقات. شكرا يا يوسف، يوسف الوحواح، شكرا لك، شكرا لكم جميعا، شكرا يزيد، كله تمام تمام، لا يمس كله تمام. رؤى الشايب، اهلا وسهلا يمس، بس في كتابي مو مبينه حبايبي. انا حكيت لكم انه في كتابي مو مبينه، معلش، كله تمام. شكرا يا انس، شكرا يا رانيا، محمد كمال اهلا وسهلا. طلابي طلابي، هنا حدود اللوح، هنا هيك، احنا مش لازم نتعدى هاي المنطقه، ما بصير نكتب على هاي المنطقه، معلش تحملوني. لكن انا اتحدث وانا تزوج هند او اختها، معلش انت اكتبيها اختها. نمتوا ساعه او ساعتين؟ واصلا تعرفي احسن انها ما تكون مكتوبه، احكي لي ليش، رح تصير تتذكري تحكي لي المسواج لما كتبت، كتبت هون حروف ناقصه فبتصير انت تجمع فيها. طيب ادرس طب او الهندسه، قلنا يستطيع ان يدرس طب، يستطيع ان يدرس الهندسه، ويستطيع ان يجمع بين الاثنتين. تفيد اذا التخيير والشد، هنا بنكتب اباحه، هي مش موجودة في الكتاب، اكتبها يا أمي، اكتبيها، مهم هذا في التوجيه، مهم جدا. نروح على بل ولا وأن. بل ولا وأن، بل طلع عليها، بل هي تفيد الإضراب، ماشي؟ أول كلمة بتحكي لي بس شو يعني الإضراب؟ فوتكم في الحين، صحيح؟ تفيد الإضراب، نفي الأول وإثبات الثاني، كيف نفي الأول وإثبات الثاني؟ رأيت؟ شو بعطيكم أمثلة سهلة أنا، رأيت؟ رأيت أحمد، بل محمدا، رأيت أحمدا بل محمدا، طلعت نفي الأول وإثبات الثاني، كأنه واحد بيجي بيحكي بيتحدث. رأيت أحمد، رأيت أحمدا بل محمدا، قلنا رأيت أحمدا بل محمدا، كأنك بتيجي بتحكي أنت بينك وبين نفسك بتقولي رأيت أحمد، كأنك بدك تقولي لا بل محمد، بل محمد، رأيت أحمد بل محمد. إذا هي نفي الأول، أول شيء قال رأيت أحمد، بعدين شك في حاله قال لا بل محمدا، دارك نفسه، عرفتي؟ عرفتي كيف هي بتصير؟ إذا نفى الأول وأثبت الثاني، هو لم يرى أحمد لكن هو تخيل في مخيلته أنه أحمد وتدارك ما تخيل وقال بل محمدا، تدارك ما تخيل، رأيت أحمد بل محمد. إذا هي نفي الأول وإثبات الثاني، هلا لا تخربط بلا وبل، بل إضراب، تنفي الأول وتثبت الثاني، لكن ها إثبات الثاني ونفي الأول، لا أكلت، إثبات الثاني ونفي الأول، أكلت تمرا لا لبن. طيب هذا كأنه واحد بسألك بيقول لك أكلت تمر، أكلت عفوا، أكلت لبن، أكلت لبن، أكلت إثبات الثاني ونفي الأول، أكلت تمرة لا لبنا، إثبات لا نفي الأول وإثبات الثاني، إثبات الأول في خربطة شباب، معلش، إثبات الأول ونفي الثاني، إثبات الأول ونفي الثاني،
على فكره لما طبعت وانا امبارح بالليل الساعه 2 ونص بس عشان يكون معكم معلومه. اثبات الاول ونفي الثاني. بقول اكلت، واحد بيسالني بيقول لي اكلت لبنا، بقول له اكلت تمرا لا لبنا. بنفي الثاني وبثبت الاول. اذا هي تختلف عن بل، بل تنفي الاول وتثبت الثاني، لا تثبت الاول وتنفي الثاني. معلش خربطه، خربطه بسيطه. ماشي ماشي خربطه بسيطه هي. بس شو الفرق بين، بدي اروح اقرا بس تعليق اكلت تفاح، اشوف بس شو الفرق بين ايش وايش السؤال. شو الفرق بين الاباحه والتخيير؟ طيب نور الدين، نور الدين، نور الدين، نور الدين زميلكم بسال بحكي شو الفرق بين الاباحه والتخيير. نور شو الفرق بين الاباحه والتخيير؟ نور بقول ما الفرق بين الاباحه والتخيير؟ التخيير يا نور قلت تزوج هند او تزوج اختها، لا يجوز الجمع بين هند واختها. اذا لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. لكن الاباحه تدرس الطب او الهندسه، تدرس طب او تقدر تدرس هندسه او تقدر تدرس تخصصين مع بعض، تمام؟ هذا هو الفرق بينهم فقط، انه هاي يجوز هاي يجوز الجمع اللي هي الاباحه، والتخيير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. يا ننتقل الى ام. ام تفيد التعيين، طلع اليقين والله كاني نايمه وانا اكتب. ام تفيد التعيين، شو يعني التعيين؟ فاز احمد ام محمد في المسابقه؟ ها فاز احمد، والله منيح اني كان الاول لكم كمان. فاز احمد ام محمد في المسابقه؟ يعني بدي احكي لك انا فاز احمد ام محمد في المسابقه، يعني بما معناه يا فلان عين لي، هل احمد الذي فاز ام محمد الذي فاز؟ هنا فاز التعيين، يعني انا استطيع ان اعرف معاني، معاني حروف العطف من شكل ومضمون الجمله، استطيع ان اعرف معاني حروف العطف من شكل ومضمون الجمله. فاز احمد ام محمد في المسابقه؟ عين لي، مين اللي فاز يا ترى؟ هيك بنكون انهينا حروف العطف مع معانيها، مع مثال على كل واحده منها. طبعا الامثله مش مكتوبه، بدك تكتبها يا امي، بدنا كلنا نكتب الامثله، تمام؟ ايش هذا يعني؟ في شيء صوت ليه؟ جزء واحد تحاول. يلا تمام نكمل. طلابي النيابه تكليف لا تشريف، هذه مكتوبه عندك النيابه تكليف لا تشريف، تكليف لا تشريف. تعال نعين عليها، نعين عليها. جهزوا لي يلا، ما شربت ماء بل عصيرا، جهزوا لي الجمله الثانيه المعطوف، المعطوف عليه حرف العطف، وانا بنحل الاولى. يلا النيابه تكليف لا تشريف، تكليف تشريف، هذا معطوف عليه، شو بنسميه؟ معطوف عليه، وهذا حرف العطف وهذا المعطوف. اذا حققنا المعطوف، اذا حققنا احنا. صباح الخير مس ماجدة، اسفة قطعت عليكي. اوكي سهل. حتى يا طلابي، حتى لو كنتوا على الهواء رح اطلع لكم المايك، ما في احنا بنطلع حتى لو يعني انا بطلع للطلاب. ليش اطلع لهم؟ لاني بحبهم. شوفوا كيف انهم نشيطين، 73 طالب، شكرا، بحبكم كثير كثير كثير، وهي بتقول لهم هدايا كمان. يا حبايبي اول شيء بنحكي لكم صباح الخير، صباح الخير لاهاليكم، صباح الخير لهذا الوطن، ونتمنى رب العرش العظيم انه يرفع هذا الوباء وترجعوا طلابنا حبايبنا، نضمكم بين احضاننا، لانه عن جد انتم يعني المدارس بدونكم ولا شيء، اصلا العالم بدون وجودكم ولا شيء. فانا حابه بس يعني احط نوت يماس انه ثقوا تماما حبايبي، يعني هذا الجهد اللي هذا الدروس اللي عم توصل لك هي جهد كثير عالي، وسهر من المعلمات والمسؤولين الاستوديو، من الناس القائمين على هذا العمل، فبالتالي انت لازم تكون قد المسؤوليه، احنا نوصل لك ماده علميه، اوكي؟ لازم تستفيد. هلا التعليقات اللي انت بتنزلها غير لائقه بمستواك، اوكي؟ غير لائقه بانك انت طالب عندنا، فانا واثقه ان هاي التعليقات. صباح الخير، صباح الفل يا عمري، صباح الخير حبايبي. حبايبي طبعا اي حدا بكون جنبك مش بمدرستك، زائر عندك، علق هاي التعليقات، ما تخلي، لانه احنا واثقين انك انت كالأترجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأترجة اللي هو نوع من أنواع الفواكه، ريحها طيب وطعمها طيب، فأنت أكيد أنت طيب. أوكي حبيبي،
وصباح الخير ويا رب نشوف الصبايا والبنات بأكمل صحة إن شاء الله، صحة جيدة، ويا رب يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك لأخالتك الجميلة وكيف المصاب معلوماتهم بالعلامي حبيبتي. نكمل. أنا خرجت فجأة. طيب حررت زرت قلب. نكمل. النيابة تكليف لا تشريف. قلنا تكليف معطوف، معطوف عليه وحرف العطف لا، وتشريف هي المعطوف. إذا الترتيب هنا جاء معطوف عليه فحرف عطف فمعطوف. مين جهز لنا الجملة الثانية أشوف؟ يلا مين بروح أشوف تقليقات. يلا يلا يا أمي. شكرا يا مرام، شكرا يا رانيا عيسوي، شكرا 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 يا رم نضال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رند رانيا عيسوي، مرام، شكرا شكرا. ليث، محمد، محمد صلاح، امجد امجد، شكرا شكرا ما شاء الله عليكم. ما شاء الله يا ليث، الله يرضى عنك. هاي آية ما شاء الله، وسيف الدين، كلهم ما شاء الله تفاعل، الله يحميكم. وهي بدر معانا، بدر كمان، وسلاوي، شكرا يا سلاوي. وهي الأطرش معانا كمان، لما هاي خالد، خالد الأطرش، أهلا وسهلا. وطاها. وهي يوسف، شكرا يا شباب، شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، الله يرضى عنكم، الله يسعدكم يا رب. طيب النيابة تكليف لا تشريف. نقول هنا لا حرف عطف، وتشريف اسم معطوف، يبقى تشريف بالضم، هون في تنوين ضم وهون في تنوين ضم، اسم معطوف على ما قبله مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. ما شربت ماء بل عصيرا. قالوا ماء وعصيرا المعطوف عليه، وبل هو حرف العطف، كلكم جاوبتوا صحيح، شكرا لكم. طيب نسود بالعلم والأدب، يعني شوف كيف يلا شوف كيفها. نسود بالعلم، نسود بالعلم، ونسود أيضا بالأدب، يعني نستطيع أن نقول أسود بالعلم لوحدها وأسود بالأدب لوحدها. تمام. هاي حرف العطف، وهي المعطوف عليه، وهي المعطوف. شكرا لكم. هسا بدي إبداعاتكم في الإعراب يا حلمين. اعرب ما تحته خط فيما يأتي. قال تعالى والله خلقكم من تراب، من تراب. معلش احنا واقف بنحكي والله خلقكم من تراب. لو اجي احكي لك اعرب الايه كامله، تذكرت تسليم لما حكيت لي بس لما تجيبي لي جمله كبيره بفوت بالحياه؟ لا ما بدنا نفوت بالحياه. اول ما امسك الجمله بقول ابتدت في فعل، في اسم، هل هي جمله فعليه؟ هل هي جمله اسميه؟ باخذ اركان الجمله الرئيسيه وعلى اثرها بصير احل. تمام. يلا الله، اشوف مين، جمله اسميه صحيح صحيح. طيب الله شو بكون اعرابها هون؟ إذا ابتدينا باسم الله هو لفظ الجلالة، وهو مبتدأ مرفوع وعلامة محمد سلاوي، بحكي لك مبتدأ. أحسنت يا محمد سلاوي، شكرا يا ناس. الله مبتدأ، مبتدأ ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما راح أكتب الإعراب كامل حتى يتسنى لنا أن ننهي الدرس. خلقكم، خلق، يلا خلق فعل ماضي، ماضي ما بين هاي اهم شيء مبني على خلق، نشوف العين مبني على الفتح، خلقكم. طيب خلقكم اين الفاعل اللي بحكي لكم بالبسطه؟ وين الفاعل؟ ايش كتبت، ايش كتبت لو سمحتي؟ روضه. كتبت كضمير متصل مبني في محرك الفاعل. الكاف روضه، عدلي وين الفاعل؟ ليث شبطات، خلقكم فعل ماضي، والانت ضمير مستتر. ضمير مستتر. احسنت، مين اللي حكاها؟ اول واحد حكاها محمد برضه سلاوي. يلا يا سلاوي شكرا لك. هو ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف هيكون في محل نصب مفعول به، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. تمام. ومن تراب جار ومجرور. بنروح على قال تعالى، يا باي لو احكي لك تسميع بهذه الايه. قال تعالى
لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم. طب ده اقراها من هون لانه مش واضح عندي. ولكن يؤاخذكم بما عقد الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمين اهلكم او كسوتكم او تحرير رقبه. شوفوا هون كم عطف عندنا، كم عطف، عطفين، ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه. طب بنروح على بدنا نعرف، شوفوا لا يؤاخذكم خلاص ما يعني سهل اعرابها. طيب الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، هاي وينها؟ بما الله يؤاخذكم بما عقدتم، هذا بتجهزي لي اياه، بتجهزي لي اياه في الحصه القادمه لانه احنا اشاره فقط على الانتهاء. وبدنا ناخذ فكفارته، هاي مهمه جدا، بدي تشوفي لي هي فعل ولا اسم؟ إذا الضمير اللي اتصل فيها في محل رفع فاعل مصدر مفعول به في محل جر بالإضافة، أعطتكم هذه المعلومة فيما سبق. طعام 10 مساكين طيب. بدنا ناخذ تطعمون، مهمة لأنها من حالات أفعال الفعل المضارع، حالات أفعال المضارعة المرفوعة بإيش مرفوعة هون؟ تطعمون أهليكم، هي جملة كاملة، تطعمون أهليكم، تعديها كاملة. هلا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي حرف وهيها وهيها وهيها، ماشي؟ بدك تحكي لي وين العطف، مش الان، مش الان ماما، ليس الان، ما راح اقرا ولا تعليق الان، هذه واجب منزلي عندك. شوفي بما عقدتم فكفارته وتطعمون اهليكم او الثانيه مع تحرير الرقبه، ماشي؟ وكسوتهم وتحرير الرقبه. ناخذ استخرج حرف العطف، استخرج السؤال الثاني. اوبا ماما الاعرابات سهله جدا، انا اعطيك فعل وفاعل مفعول ولا شيء فيها صعب، يعني ما اعطيتك شيء خارج. لو قايل لك اعربي ما موصوله ولا هلا الشباب بيحكوا لك احنا موجودين بالاهتمام. مين هم؟ هاي سيف الدين حبيبي. يا هذا سيف طالبي، اهلا يا ميس، 100 ورده يا سيف، درست بصف رابع. سيف شكرا لك يا ميس، رائع انت سيف ومجد طلابي. تعال سلم عليهم يا حسن. وهي حسن يا جماعة أنا حتى حسن طالب، أنا طالبها بالصف. أي صف؟ سادس. صف سادس، طالب نس ماجدة طبعاً. هلا أنا بشتغل سادس، طالب نس ماجدة أنا بصف سادس يا شباب. وهلا حسون بيشتغل لي طبعاً، بيشتغل لي كل الشغل الله يرضى عنه. والله الساعة 12 بالليل أنا وياه ترى، والله حصص كودكت المرة يعني الساعة 12 بتجهز فيها المسجل. الله يرضى عنك، الله يعطيكم العافية وكلكم طلاب وأحبائي، الله يسعدكم، منورين منورين الشاشة كلكم. استخرج حرف العطف من كل مما تحته خط البيتين الآتيين، واعرب الاسم المقطور اعرابا تاما بك والاباء من الهوان يعاد حق وتسلم اربع وبلاد. ما هلا انا ما استطيع هسا الخط هون اربع وبلاد. طيب هسا تسلم، تسلم نحكي عنها فعل مضارع، فعل مضارع مبني للمجهول، ودائما بعد الفعل المضارع مبني للمجهول شو بياتي بعده؟ يأتي بعده فاعل ولا نائب فاعل؟ دائماً وأبداً بعد الفعل المضارع مبني مجهول يأتي بعده نائب فاعل، نائب فاعل. إذن هاي فعل مضارع مبني للمجهول أسلم. عبد الله جاوبك نائب فاعل. برافو عليك يا عبد الله، شكراً يا ناس. فعل مضارع مبني للمجهول، ماشي. أربعة شكراً يا عبد الله، هي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والواو حرف عطف، صح؟ حرف مش واو، حرف عطف. بلاد دن اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طلابي انتبهوا في الامتحان، في الامتحان هلا ممكن انا اكون عامل لك خدعه، اكون كاتب اسم معطوف مرفوع وعلامه رفعه الفتحه، بدك تنتبه لاخر كلمه في السؤال، بدك تقرا السؤال، يعني كيف بدنا نعمل نفل السؤال، يمكن يكون في تريك، يعني احنا جهزنا الامتحان بيكون تريك في اخر الجمله، بدك تنتبه اسم معطوف مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه ما قبله مرفوع. حسبوا جمال النصر ناب منازلا او خنق شيخ كده اجهالي،
لا الخط هون حاطينه أو خنقة شيخ مسقائي اسم فواز زعلان وين فواز؟ فواز نواف فواز المسقائي اللي يسعد صباحك فواز أنا ما بشوف من هون يا أمي أنت شفتوني إنه كنت ألف على اللابتوب فواز على راسي والله يا بس كلكم على راسي كل الموجودين راح أبعث لكم تحية مس تاني معلش طول لي رقمي عشان أكتب لهم إياه لما نعمل مسابقات هلا بدي أكتب لكم رقمي على الصبورة بس ننهي عشان لما نعمل مسابقات ما تدوخوا زي مجد امبارح بحكي لي دخت لدبرت الرقم فرقمي بيكون معاكم حسبوا جمال النص نهب منازل أو خنقة شيخ بصير أقول خنق معطوفة على منازل يلا أشوف بصير بصير حدا كتب شيء؟ مالك كايد شو كاتب؟ يجوز؟ لا عندك منجد كاتب لا منجد طبعا لا ليه؟ لأنه ما بصير يعطف فعل على اسم أول ما دخلنا بالحصة قلت لكم لا يجوز أن نعطف فعل على اسم أو اسم على فعل فعل على فعل اسم على اسم جملة على جملة حرف على حرف لا تخربط فيها هاي فأقول هون نهبة منازل جملة وخنقة شيخ جملة هيك وهي الجملة معطوفة على هذه الجملة التي سبقتها نهبة منازل أو خنقة شيخ أو حرف عطف وخنقة اسم معطوف على نهبة منصوب علامة وصل الفتحة وشيخة وهي مضاف وشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر وهيك بيكون أنهينا درس العطف وشكرا لحسن متابعتكم بدي أكتب لكم بس رقم التليفون 0779 0 7 9 8 3 1 2 0 5 6 غيمس ماجدة نعم هاي لما أصير أعملكم مسابقات طلاب الأعزاء يعني أنا مبارح خرجت من باب الاستوديو وإبي لما تبعت لي الرسالة مباشرة وأعربت صحيح الحمد لله رب العالمين رقمها رقمي كان معها مجدي تأخر تقريبا ساعة بيحكي لي ما استأمنت الرقم لكن أجاب إجابة صحيحة شكرا لكم شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء شكرا لكم.